نتابع هذا الموضوع مع ضيفي من الرياض محمد عمر الخبير الاقتصادي. أستاذ محمد مساء الخير. وطبعا الاقتصاد العالمي مر بمنعطفات خطيرة في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ انتشار فيروس كورونا، ونجد أن اليابان متمسكة كانت كل هذا الوقت بسياسة الفائدة السلبية. برأيك كيف استطاعت اليابان يعني الصمود عند هذه الحدود لكل هذا الوقت؟ طيب، أولا السلام عليكم ورمضان مبارك عليكم جميعا وعلى السادة المشاهدين. خلينا نقول أن طبعا العالم كله تأثر بأزمة كورونا. الاقتصاديات العالم كثيرة جدا تأثرت على مستويات كبيرة جدا، أدت إلى أن البنوك المركزية بدأت تضع في سياسات احترازية للتعامل ما بعد كورونا. سيناريوهات ما بعد كورونا ما زالت إلى الآن تعاني منها بعض الدول. اليابان كانت واحدة من الدول التي أدى إلى تطبيق أكثر من 18 عام كانت بتطبق يعني سياسة تيسيرية في عملية الفوائد، وفي 2016 طبقت ما يسمى بالفوائد السلبية التي كانت عكس جميع معظم اقتصاديات العالم التي ترفض ودائع على الودائع بعض الضرائب او بعض الرسوم على الودائع. فمع السيادة هذه أو السياسة اللي كانت تتبعها اليابان من أجل تنشيط الاقتصاد أدى إلى انكماش كبير في حجم الاقتصاد، وصل في الرابع إلى 0.4 أو 0.4%، وده أدى إلى انخفاض في الاستهلاك الداخلي في اليابان وأدى إلى زيادة الأسعار. الآن البنك المركزي الياباني بيحاول إعادة السياسة بشكل يعني زي ما يقولوا بشكل احترازي أو تعافي، بيحاول يتعامل على تعافي الوضع داخل اليابان. الوضع قام عن طريق أن ما زالت الشركات الكبرى زي تويوتا زي هنداي تقوم الآن ب جلسات مع النقابات العمالية لرفع مستويات الأجور، أدت إلى رفع مستويات الأجور إلى ما يقرب من 5 أو 6% تحديداً 5.28% لعام 24، وهذا يعتبر أكبر ارتفاع متواجد بحقته تويوتا ما يقرب من 192 دولار، فوضع طبعاً ده من 33 عام. فالآن في سياسات ولكن ما زالت في بعض الإجراءات خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تتبع الأجور المنخفضة. أعتقد بهذه السياسات سوف تحاول البنوك أو تحاول البنك المركزي الياباني التعامل مع هذا الانكماش المتواجد الآن والقضاء على التضخم المتواجد أو القضاء على زيادة الأسعار وزيادة الحجم الاستهلاك، خصوصاً حجم الاستهلاك انخفض بشكل كبير خلال المرحلة الفترة الماضية. طيب، إلى جانب يعني ربما الآثار التي ذكرتها من يعني تراجع الاستهلاك، ما العوامل الأخرى أو ما الآثار الأخرى بالأحرى التي يعني أسهم فيها ثبات الفائدة لكل ذلك الوقت؟ نتحدث عن 2007، يعني نحن نقترب من 10 سنوات تقريبا في هذه السياسة. من 2016 يعني ما من 2016 فائدة السلبية، من 2007 الموضوع السبب. الموضوع كله طبعا ارتفاع الفائدة سوف يؤثر على الشركات التي تتعامل مع الملف التصدير، فالشركات المصدرة هي سوف تعاني مع ارتفاع الفائدة، مع رغم من ان ارتفاع الفائدة اعتقد هيمشي بمراحل تدريجية قد يصل الى 0.1 الى 0.1 عشان من اجل الحفاظ على الأسواق. النهاردة الين الياباني تعاملاته كبيرة على مستوى كبير في تدرجات داخل الأسواق اليابانية، فأعتقد البنك المركزي الياباني سوف يتبع خطوات مرحلية تدرجية في التعامل مع هذا الملف، لأنه لن يستطيع فجأة التحول من الفائدة الصفرية أو من المعدلات الصفرية إلى المعدلات الإيجابية، الفائدة السلبية الفائدة الإيجابية بشكل سريع، لأن في شركات الآن تصديرية تعمل بشكل كبير في اليابان، توجد أمور التزامات كبيرة جدا سواء في التزامات خاصة بالسندات والحكومية وغيرها، ففي عوامل كبيرة جدا سوف تجعل القائمين على السياسة والقائمين على السياسات المالية أو سياسات البنك المركزي التعامل مع هذا الملف بحذر، خصوصا نحن نجد الآن في تحركات على الأرض من ناحية الشركات الكبرى
في عملية زيادة الأجور زي ما تحدثنا. فأعتقد هذه العوامل سوف تساعد في زيادة الاستهلاك إلى أن تؤدي إلى معالجة هذا الانكماش المتواجد الآن، وأيضا سوف تؤدي إلى التعامل أو تجهيز الشركات مع التعامل مع ما بعد الفائدة السلبية التي كانت تطبق من 2016. طيب، مع الرفع المرتقب لأسعار الفائدة في اليابان، كيف سينعكس ذلك على الودائع في البنوك اليابانية؟ هل نتوقع حركة ملحوظة ربما في الودائع في الجهاز المصرفي؟ طبعا يعلم الجميع ان نظام الودائع الياباني له نظام مخصص قائم على 3 مراحل في مراحل التدرب. اعتقد هذا النظام سوف يتم معالجته بناء على المعايير او بناء على الامور التي سوف تطرق على موضوع الفائده. بالتاكيد ان الامور الان ان اليابان او القائمين على السياسه النقديه اليابانيه يعوا ان هم في مرحله تاريخيه، لان اي قرار الان سوف يؤثر على الداخل قبل الخارج. الشركات اليابانيه سوف تعاني كثيرا في اي حركه قد تكون غير جاهزين لها بشكل عام. نفس الكلام الودائع السندات والأخوة. هل حجم التأثير سوف يستمر؟ أعتقد أن السياسة مرنة سوف يكون في مرونة في التعامل، لأن جميع الاقتصادات العالم الآن بتتعامل بشكل مرن مع الأزمة أو التداعيات ما بعد كورونا. اليابان كانت لديها زي ما نقوله موقف خاص، بتعتبر حالة خاصة خصوصا مع الفائده السلبيه التي كانت تفرضها، مع جو السياسات المبسطه التي تتعامل فيها في نظام المصارف بشكل عام، وجود فرض فوائد على الودائع، وكانت واحده من الامور اللي ليس متعارف عليها على مستوى العالم. فاعتقد ان الان كل هذه السلبيات سوف تتم معالجتها، ونحن في انتظار الاجتماع، مع العلم ان في مؤشرات تقول ان الاجتماع سوف ينقل المرحله من المرحله السلبية إلى بداية المرحلة الإيجابية، تمهيدا للدخول في المرحلة الإيجابية. ولكن قبل الدخول في المرحلة الإيجابية والفائدة الإيجابية، أعتقد سوف مع وجود الشركات الكبرى التي قامت الآن بتعديل مرتب الأجور، سوف ينظرون إلى حالة السوق، وهل سوف يتم القضاء على الانكماش، هل سوف يزيد الاستهلاك، الانفاق الرأسمالي، وأمور كثيرة جدا من العوامل التي سوف تؤثر على اتخاذ القرار في المرحلة ما بعد المرحلة الصفرية التي سوف نصل إليها أو متوقع نصل إليها في الاجتماع القادم للبنك المركزي. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من الرياض محمد عمر الخبير الاقتصادي.